يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز طاعة الابن لوالده المدخن إذا أمره بجلب وإحضار الدخان إليه؟ ما يجوز، يعني من التعاون على الإثم والعدوان ألا يجيب الوالده الدخان ولا يشريه له، قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فإذا ترتب على ذلك غضب الأب أو هجرانه، خلوه يغضب لأنه هو المخطي، ما هو المخطي الابن، المخطي الأب ولو غضب. نعم.